تمام موجود الهرم وعم يتم تدفع التشرب هون بكل الاتجاهات وهون عم يتم تسجيلها لاحظوا هاي الصفيحة هاي الرصاص هون عم يسموه كوربيتر وهي المضاعف الفوتو كهربائي وبتنتقل بعدها للكمبيوتر هون مشكلته هاي الدكتور سيئا لانه في كيبورات هون لانه هذا هو شو معناته نطفي الضوء وبينك نطفي الضوء هو كله هون بس الفوتو مالت الضياع تلاحظوا انه في عندكم كيف بيجي الضوء هون